عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده خبرنا بيتكلم عن الفرح الجزائري الكوري لاول مره، وكمان العريس كوري وبيلبس اللباس التقليدي الجزائري البورنوس الجزائري، والعروسه بتلبس اللباس التقليدي الجزائري، وكل الفرح على التقاليد الجزائريه. يا رب يهنيهم ان شاء الله. شوف حضراتكم يا رب على خير ان شاء الله في فيديو جديد وخبر جديد، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناه وتزوروا على وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.